for today. It was really a great day, and I want to thank them because they came. It was a good way to break the siege on Gaza. I liked their thoughts and their opinions about what is going on, and I hope that they will come again, them and other people. Goes into the events when the military started showing what they were really going to do. What was your favorite part? When Tariq read his poem, I liked it very much. هذا نص صغير كتبته أثناء الحرب على غزة بأوقات ومراحل زي هيك. بعض المرات كم نشعر أن الكلمات جد قزمة يعني وكم مقارنة بهول الأشياء اللي عم بتصير وكم تشعر بأنك مكبل وليس بإمكانك أن تعمل شيء يعني حتى يعد يعني حتى يصبح الكلام والكتابة غير مجدي. للأسف هذا شعور بنتابني أيضا بوقت الحرب على غزة. 27/12/2009 خليل حاوي تيسير سبول هذول انتحروا. خليل حاوي انتحر أثناء الاجتياح الإسرائيلي على بيروت سنة 1982. تيسير سبول انتحر 67 وعمر أن لا ننتحر كلنا. طبعا انتحروا احتجاج على النكسة. خليل حاوي تيسير سبول أفهم جيدا كيف أنهيتم هذا الصراع المحموم واخترتم هذه الحبة المسكنة الحبة الصفراء. الكلمات جد قزمة والهواء ثقيل. الكلمات جد قزمة والأيدي لا تصلح إلا للاستمناء. فلتهتر الحياة التي لا نملك فيها إلا دموعنا. فلتهتر الحياة.